وعليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جنات اهو تسلم على المتابعات. يلا الله يدم قلوبها. المهم البنات كنعتذر، جنات يلا انا دابا من النعاس. المهم انا صورت لكم الفيديو، راه غتصبوا الرابط ديالو اسفل الفيديو، راه حطيتو على الوصفه اللي كنتو طلبتوني عليها البنات. المهم كنتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش طبعا لي لايك ديالكم وتعليقاتكم، وشكرا لكم بزاف. بالنسبه اليوم ان شاء الله اليوم كما كتعرفوا الحل، بغينا نديرو شي فلوغ اولا شي خريجه خفيفه ظريفه، ولكن انا ما عارفاش بالضبط اش غيكون فيها الخرجه. المهم انتما تخليكم معايا جنات. سلمي الكاميرا، ديري بيزا، ديري بيزا. المهم البنات ما عرفتش انا بالضبط شنو غادي ندير اليوم ان شاء الله، ولكن اي حاجه البنات درتها راكم نتوما معايا، راكم نتوما يعني معايا، نتوما راكم عائلتي الثانيه، ومرحبا بالجميع. وطبعا ما تنساوش لي لايك ديالكم. دابا انا حاليا كما كتشوفوا معايا درت الميك اب ديالي يعني عادي، ماكيت ولبست حوايجي جنات. هيا يلا ناضت من النعاس، باقا ما بدلتش ليها، غنبدل ليها دابا. وراجلي راه خارج دابا مشى للقهوه قبيله، قال لي غير ملي قرب نجي صوني لك توجدي راسك وخرج يتقهوالي. دابا غيجي. مهم وانتم معايا كاع المراحل اللي غادي ندير، وكاع الخريجه كيما غتكون سوا خايبه ولا زينه، انتم معايا البنات. وما تنساوش لي لايك ديالكم وخليكم البنات. كيما كتشوفوا معايا راه نايض عندنا هنا شي واحد معرس، هنا شي عراسيه راه من قبيله، وانا نشطح انا وزن ياك جنات. المهم البنات خليكم دابا ونتلاقا ملي نوضحو. بدات الجنات، ودابا غادي نهودو على الفتاح، راه هو الكريم على الطوموبيل. دابا غادي نهودين عندو تماكين، وانتوما معانا البنات. المهم البنات كما كتشوفو معايا حنا هودنا دابا، هاهي جنات. انا راه كنركب القدام ومكنديرش ليها الكرسي ديالها، كان عندي في الطوموبيل الاولى ملي كانت عندنا وبعناها. دابا يا هادي باقي، يلا غناخدو ليها وحده. ها عبد الفتاح سلم على المتابعات. السلام عليكم، مرحبا بكم. المهم البنات حنا دابا حاليا غادي نديرو بلا ليطار، نديرو ليطار ونكملو الخريجة ديالنا. صافي مودي صافي. عمري عشقني الضفدع، يا 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 المهم البنات حنا دابا درنا ليسانس، وانتما كما كتشوفوا جنات ها هي معايا بابا غادي يصايبوا لي، باغا تصور تزكاع. المهم دابا غادي نمشيو البنات للبارطمان اللي خدينا مره مره، نمشيو نطلبوا تما. كاين الصراحه ما ساكنينش في التماكين كما راكم نتوما عارفين، يعني ساكنين في يعني شهر ديال تماتي. ودابا غنمشيو نضربوا دوره تما فين نشوفوا، يعني نشوفوا شنو كاين تما وشنو زاري. مربى لي كلشي واحد داخل في المساكن ولا كبار. المهم انتما معانا، وغادي نخرجوا نديروا شي خريجه تكون سكينه لا على ساركه. لا ميزون، لا ميزون، لا ميزون الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. يلا انتما معانا.
غادي ننزلوا. واللي بغيت نقول لكم البنات يعني البارطمان اللي خدينا يعني باش زوينه الصراحه يعني بهذا الجامع اللي يلاه عاد بعد كيتبنى. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه جامعنا يعني ما غادي يكون قدامها لا ديور لا والو يعني قدامها غير الجامع هكا يعني مشمشه. هانتوما المهم غتشوفوا معايا كي دايره البارطمان ويعني قدامها الجامع. راكم عارفين يعني اي دار كيكون قدامها الجامع تيكون يعني في السكنه ديالها زوينه. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا الجامع الصراحه يلاه يعني كيتبنى باقي ما تفيناش. الشوكولات ديال الدروج باقي يعني الدروج كاملين باش يركبوها. المهم بالنسبه للبنات اللي كيسولوني البارطمان الطروازيام ايطاج خديناها الطروازيام ايطاج. احنا دابا طالعين سخافت وحاز الجنات فوق هنا كاين السطح. يا بسم الله هانتوما الدخل ديال الباب البنات. هانتوما الدخل ديال الباب هي هذه. غادي نخليكم تشوفوا يعني البارطما كي دايره في الصاله ديالها ونتلاقاو. حتى الفينيسيون ديالي يعني مزيانه. دابا حنا جينا غير طلعنا هكا الريدوات لانه تيكونوا مسدودين وما تنجيوش لا صراحه دائما. المهم حيت عارفين يعني حنا ساكنين في دار حماتي حاليا وهذا البارطمان يعني في الله خليناها ما بغيناش نكريوها لانه يعني غير تكرفسوا عليها. مخلينا حتى نديروا يعني دوروا شويه الحركه ونفرشوها ونوليو يعني نجيو ليها مره مره كما كتشوفوا معايا. ودابا راه البنات يعني حنا جينا ضربنا على الطليله كنقول لي مره مره كنقول لي ضروري نمشيو نضربوا على طله وخا ما ساكنينش فيها يقدر يجي شي واحد ينقز من الباركه ويدخل يسكن فيها. المهم البنات نضحك صافي دابا غادي نمشيو نضربوا شي دويره نمشيو ناكل شي حاجه ياك دابا فين غنمشيو. ها طاكوس يا البنات حنا غنشوفوا الطاكوس كي داير. المهم تشوفي نخليكم معانا. لكن قبل كل شيء حبيباتي غادي نهبطوا الريدوات ضروري ومؤكد راكم عارفين البنات حيت ما ساكنينش فهنايا ولا يضربوا شي حاجه يتهرى الزجاج ولا هذا. المهم غادي نهبطوا الريدوات خليت راجلي كيهود ديال الصالون نهودوا كل شيء صافي نظلموا الدنيا هنا. البنات بالنسبه لهاد المانطا اللي غادي يتعجبوا يقولوا كيفاش يعني دايره مانطا هنا. كنا نهار فجينا صيقنا الدار حيت انا يلاه مصيقه دابا شي شهر فجينا حكينا هذا فاش كنا في فينيسيون خلينا هنا مانطا هنا حيت لاننا كنا بركنا هنا ودرنا فيها جبنا معنا نيت هذا البوطه الصغيره من عند الوالده ديالي طيبنا هنايا كوكوت صافي وحكينا الدار وتغدينا صافي ومشينا وبقى هادشي هنا صافي حيت ما ديتوش وبقى هنايا وها هو راه كاين هنايا وخا ما ساكنينش فيها. المهم حنا هودنا يعني كاع الريدوات كاملين ودابا غادي نتحركوا نمشيو نخرجوا نضربوا شي طاكوس ديالي معطور. فوالا البنات هنايا يلاه كينزلنا دابايا دابا غادي نتحركوا البنات نمشيو ناكلوا شي حاجه وانتم معانا. نتسنى غي شوفه منك تصفي العفا السر عندك وفا وانا عندك على لوفا قبل الدفا. المهم البنات حنا دابا غاديين عند واحد
سناك ستوري هنايا راه معروف مدينه برشيد زوين صراحه عندهم الماكله عليه زوينه بالنسبه ليا بنات الشمس. وغادا شاده جنات قدامي حيت ما عنديش الكرسي ديالها باش نحطها اللور راه غاديين دابا يعني غاديين ردي البال وصافي نقدروا نتلاقاو مع اي بوليسي او شي حاجه نقدر شادنا على الدريه اللي مخلصينا بروسي المهم البنات كما كتشوفوا معايا حنايا الله دابا كملنا من عند السيد صافي درنا داك الماكل ديالنا امبورتي بغينا نديوها لواحد البلاصه يعني ناكلو تما كاين. ودابا غادي ندوزو ناخذ واحد السيد هنا كيبيع عصير عنده زوين حتى هو امبورتي ونمشيو لديك البلايصه تما كاين ناكلو فيها وحنا مع بعضياتنا. المهم حبيباتي حنا دابا غادي لواحد البلاصه زوينه بزاف عندنا هنا يعني بحال منزه غادي نمشيو ليه تما فين غادي ناكلو الماكله وتما غادي نجلس باش يعني نتمنظرو شويه ومعانا جنات. وطبعا كما تعرفوا ان جنات دائما وتكرارا تستعن. المهم البنات حنا كما كتشوفوا يلاه دابا وصلنا ما لقيناش فين ستاسيوني والدنيا بلان بيبلي كما كتشوفوا الدنيا البلاصه كتكون عامره البنات هانتوما عرفت تحسر كاين قب يلاه عطيتي جنات فاضحه لينا راسنا. المهم البنات فريتي يلا شوف تحط لينا الماكله خلينا باش ناكلو جانا الجوع انا بعدا جاني الجوع البنات بقاو الدوره والله القسم راسي ضرني حتى جنة طاحت حتى تكوع زيد على الفريت ها نتوما البنات تي زكي سير بغدار معايا على هذا هاك. المهم البنات ها الفريت ديالي الفريت ديالك عفتح حنايا ايا فين هو الطاكوز ديالي انا البنات الطاكوز ديالي كنبغي يكون ميلونجي ولكن ما يكونش فيه صوصيط سبحان الله انا ما عنديش مع صوصيط وديال عفتح راه فيه شويه هاي العصير ديالي امبورتي هو ديال البنات واخا عطالك سخون كاع ما بارد لا لا بارد لا باي ها تتعلمي تشربي تتي يلا شربي جرب سبيري والله يفهم ليش كتعرف تشرب على التاج وليت كتعرف تشرب بلا باي هادي راه بحال شكل الرضاعه كانك كتجري كتسبيري في هذاك الشيء اللي تما ورا غيطلع لك البنات ديما ملي كنا كنخرجوا هكا كنعطي لا باي كتشوفنا كنشربوا وكتبغي حتى هي كتضحكي ها يلا هاكي شربي هاك كان بحال مع البنات كندير لها هذا معلقه صغيره وكنبقى نشرب بها بالمعلقه صغيره ما دابا صافي ملي تعلمت تجر هذا بلا باي راه مزيانه دابا غتهنيني مابقاش كندير لها المعلقه هو دابا زكاي جنات هو زكاي صاحبتي زكاي هانتوما البنات ها الطاكوز ديالي راه معروف هانتوما البنات واش شوفوا البنات اش كاين شوف جنات راه ساكن عندي انا وساكن عند عبد الفتاح
جنات كتغني جنات حطي التليفون ولعبي يلا لعبي يا 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 كتغني يلا عانديني يا 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 كتغني من تعود تخرج مغنية كملي راسك يا 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 شيش كدير جنات تشيع سمعتني اش كنقول بابا كرم صطي وبقى يتابع يا 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 يلا ديري يا جنات ديري جنات يا 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 البنات هذا هو الفلوغ ديال اليوم كنتمنى يعني يكون عجبكم خفيف ظريف خريجه يعني خفيفه ظريفه ماشي شي خرجه مهم يعني غير حاولت نتشارك معكم بعض اللقطات من الخرجه ديالنا ديال اليوم وداكشي اللي درنا المهم كنتمنى يعني تدعموا القناه ديالي بلي جيم ديالكم وبتعليقاتكم الزوينه اللي كتفرحني ونقول لكم سلام عليكم ونتلاقاو في فلوغ اخر يعني جديد ولا وصفه ان شاء الله جديده والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.